ولهذا احنا اليوم الاخوان بغي نقول لكم واحد القضيه. احنا اليوم بلادنا محتاجه لنا، لان اول ما عندنا، اول ما جينا به للعمل السياسي جينا بكم قبل من البرنامج وقبل من كل شيء. انتوما هذه الشريحه اللي اول ما تربات سياسيا، اول ما تربات تربات على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هنالك خير خارج كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك خير. وكل ما شتي شي 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 واحد يدعو الى شيء يخالف كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا انه اما ماجور اما مجرم. مجرم. هذوك اللي بلا حشمه بلا حيا دابا كيطالبوا، سمحوا لي ما غنزيدش نطول عليكم، دابا هادو النخبه تشوشات شي شويه شي يمكن النخبه دائما خص تخليها على خطره. ولكن كاين دي شوز، هادوك الاخوان اللي دابا بلا حشمه بلا حيا في بلد المملكه المغربيه الدوله الاسلاميه جاءوا يطالبون بالحق في الخيانه الزوجيه، واش كتقراو الصحافه ولا غير بوحدي كنقرا؟ ما حشموش، ماشي ما بقاتش الحريات الفرديه، ولاو تيتكلموا على الحق في الخيانه الزوجيه. واحد شني ولا كتجينا من فرنسا فهمتيني ولا لا، كتجي حتى لهنا واحد شني ولا فهمتيني ولا لا، ردها هذاك ماكرون ولا بيكرون ما عرفت سميتو، انت ردها رئيسه ديال شي حاجه جو سي بلو تروكوا. هذيك تتجي لهنا للمغرب في المغرب وتقول حق المراه المغربيه في الخيانه الزوجيه. طبعا طبعا دابا ماشي وقت اللعنات، اسمحوا لي دابا هادي، دابا حنا غنتكلموا معاه غير بالمنطق ديال العقل. اشنو بغيت يا مدام ما عرفتش سميتها بعدا ليلى ليلى شي حاجه ليلى سليم، اش بغيتي؟ شنو بغيتي؟ واش بغيتي يولي عندنا الفيمينيسيد بحال اللي عندكم في فرنسا؟ واش كتعرفوا باللي حوالي 140 جريمه قتل سنويا فرنسا اللي ولاو متسامحين في العرض وطاطا وباكور وهندي؟ ملي غنديروا حنا هذا الشيء في المغرب وما تبقاش الدوله، حيت الدوله دابا ملي كتوقع الخيانه الزوجيه من الرجل ومن المراه كتدخل الدوله كتشد الناس كديهم للحبس ولا تنازل الطرف كذا كذا الى اخره، كندخلوا بواحد الاجراءات قانونيه وكتبرد الامور بشكل او باخر. ملي نديروا هذا الشيء هذا اش غيوقع بين الازواج والزوجات؟ غينوضوا الناس ياخذوا حقهم بيديهم، وهذا راه شعب باقي راسه سخون، باقي ما بردوناش 100%، بردوا شي وحدين بردوا شي وحدين. وشكون فيكم مستعد يتنازل على العرض ديالو؟ هي هادي السي العربي، هي هادي الحقيقة. واش هاد الناس هادو، لأن اليوم خبر وغدا أمر، هاد الكلام اللي كيتقال اليوم إلا سكتنا عليه حنا، إلا سكتوا عليه المغاربة، المغاربة نوضوا، المغربيات المغربيات نوضوا تكلموا قبل ما توقع مصيبة. وديك الساعات ما غتبقاش توقع الجرائم في حق اللي كيوقع في الخيانة الزوجية، حتى في حق اللي كيشك في مراته، في حق اللي كتشك في رجلها، راه حتى العيالات كيقتلوا الرجالة. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ فهمتي؟ هذه هي الحقيقة. لأن الدولة ما كتدخلش فرنسا، 140 هادو 140 غير اللي معروفين. هوية بريس.